شاد السجلات نتاعو يا تمام يا امام العدو عبد الله اليوم راهو انتوما الاصوات الحره. يعني هذا المجلس اللي بشرنا به اللي قالنا راهو اليوم باش نعاودوا نبنوا الثوره باش نعاودوا نرجعوا لقيام الثوره. اليوم الصحفيين خارج اسوار المجلس في اشاره واضحه انه التعتيم اصبح ممنهجا وانه الدوله هذه اللي ما بعد 25 لا تفرق حتى شيء على النظام النوفمبري. شيء هذا مش معقول. هذول اولاد تونس هذول اللي مشوا للمناطق الداخليه ايامات الثوره مشوا غطوا الاحتياجات وقت الاعلام الرسمي كان صامت. اليوم يتهانوا ويكونوا خارج اسوار مجلس النواب. هو قرار فضيحة. اليوم كل طرف في الدولة يرمي المسؤولية على الطرف الآخر وكأنه مفماش شكون اليوم طرف يقادر أنه يتحمل مسؤولية هذا القرار الخطير والخطير جدا. نحن في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لن نسمح بإقصاء الصحفيين من ممارسة مهامهم داخل قبة البرلمان. وعد بالمحاسبة وتأخرت المحاسبة برشا برشا. وأنا نقول القيس سعيد تأخرت برشا لكن أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي.